كان في كتائب ثوار من سوق الجمعة ومن تاجورة ومن جنزور فرشان جنزور والقوى الوطنية المتحركة بالإضافة لكتائب منطقة طرابلس العسكرية اللي هي 161 وال155. طبعا هذا المحور، طبعا المكان اللي احنا فيه كلية الزراعة، هذا تقريبا معهد انا عارف شو اسمه الحق، مو واحد منهم كلية الزراعة طبعا كانوا متمركزين فيه، هذه ذخيرة متاع الهاون كانوا يقصوا بالهاون وتعاملوا، حتى في دبابة خشت انا رمت طبعا جت من ورا الساتر الدبابة، تعاملنا معهم قعدنا حوالي 4 ايام في المحور، هو المحور هذا قعدنا فيه 4 ايام نظرا لوجود قناصة في المبنى هذا وفي المسجد، تو نمشوا للمسجد حتى هو تشوفوه في بيت حتى هو هنا عالي شويه كانوا فيه قناصه، فالحمد لله تعاملنا معهم وربي يسخر، خشينا بمشاه ودرنا عمليات نوعيه في الليل باش قدرنا نقدموا عليهم، اللهم لك الحمد. تو نوريكم في طبعا بالنسبه لموضوع المدفعيه، ضرب للمدفعيه لما لقينا ان القناص متمركز بشكل كويس، احنا طبعا ما نشبهوش فيه، فتعاملنا بمدفعيه الحقيقه باش قدرنا ان نقدمه، خشينا مشاه في الليل عرفت، ان شاء الله والحمد لله ندحره والله اكبر ولله الحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى منطقة 4 شوارع الحشان، هذا ما يسمى بسيمافرو الحشان، في اتجاه الشمال كوبري 27، هذه الطريق تربط ما بين 27 وما بين 4 شوارع كلية 4 شوارع الشرطة العسكرية في الزهراء. نحن الآن في 4 شوارع الحشان، ورانا مدرسة الحشان اللي هي في 4 شوارع الحشان، دارت هنا معارك دارية جدا كانت تتمركز فيها أحد كتائب ثوار الزاوية. استلمنا المحور القوى الوطنية المتحركة يوم 22 يوم 22 تسعة أو يوم 21/9/2014 استلمت القوى الوطنية المتحركة هذا المحور، وانطلقت كتيبة الزاوية إلى دعم شباب الزاوية في منطقة المعمورة وفي منطقة الزهراء، انطلقوا إلى مستشفى الزهراء، الله أكبر ولله الحمد. انطلقنا من هذا المكان يوم 23 انطلقنا إلى بوابة الشرطة العسكرية، إذن مكتنا يومين أو 3 في هذه المنطقة، ومن ثم انطلقنا إلى 4 شوارع الشرطة العسكرية التي تم دحر القوات منها، تراجعت القوات الأعداء الميليشيات تراجعت، وانطلقنا إلى 4 شوارع الشرطة العسكرية، ومن ثم انطلقنا إلى كوبري الزهراء. ننتقل الآن إلى منطقة 4 شوارع الشرطة العسكرية بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على روح الشهداء جميعا وان شاء الله الشفاء للجرحى والرجوع للمفقودين باذن الله. طبعا احنا الان بعد سيمافر الحشان متجهين للزهره والعزازيه، عندنا جماعتنا في الزهره والعزازيه باذن الله منصورين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله اكبر، الله اكبر، الله الحمد، الله اكبر. مسلسل زهرة الشرطة عسكرية صورتوا فيه تقريبا هذا. والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المكان طبعا بعد أربع شوارع الحشان انطلقنا إلى أربع شوارع الزهراء، ما يسمى ببوابة الشرطة العسكرية. هذه البوابة الشرطة العسكرية سابقا في هذا الاتجاه اتجاه الزهراء، وفي هذا الاتجاه اتجاه كوبري الزهراء وطريق المطار، ومن الخلف إلى كوبري 27. هذه النقطة صارت فيها اشتباكات بسيطة يوم 22 أو يوم فعلا يوم 22 يوم 23 يوم 23 صارت فيها اشتباكات في الفترة الصباحية بسيطة جدا، ومن ثم تم دحر هذه الميليشيات وخرجوا خارج منطقة ورشفانة بالكامل حتى تم توصيلهم إلى منطقة بير الغنم. واليوم حاليا في بعض الاشتباكات في منطقة بير الغنم، وردنا الآن من بعض الأصدقاء أن هناك اشتباكات في منطقة بير الغنم ما بين طوار الزاوية وطوار غريان والعصابات الإجرامية التي فرت من منطقة التي فرت من منطقة ورشفانة. فطوار فجر ليبيا ما زالوا في تتبع لهؤلاء المجرمين حتى يتم إخراجهم من هذه المنطقة بالكامل بإذن الله تعالى. الحمد لله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم طيب، شن الأخبار، شن الأمور طيبة الحمد لله. ومن نصر لنصر، ومن ثورتنا 17 فبراير ما زالت مستمرة، وتصحيح مسار ثورة 17 فبراير ما زال، والحمد لله الشباب كلها متواجدة، توار ليبيا كلهم موجودين من جميع الأنحاء، معنا توار من الخمس، ومعنا توار من مصراتة، ومعنا توار من طرابلس، ومعنا توار من جبل، كلها من غريان ومن نالوت ومن يفرن ومن جادو ومرحبات ومن كل مكان موجودين، ومن القلعة كلهم موجودين معانا هنا متواجدين. واليوم احنا تحت كوبري الزهرة، معروف كوبري الزهرة هذا اللي دخل للزهرة، اللي كان الشباب كان هنا، كانت هنا طبعا اللي ماسكينها هنا ما يسمى بعصابة الكدوة، كانوا ما فيش اي عائلة تطلع من هنا مستريحة. الطريق هذا كان مسكر على اهالي جبل، ليهم اقل شيء سنتين ما طلعوش منه. العائلات اللي في العزيزيه سلموا لنا وامورهم طيبه، وهم يطلعوا امورهم طيبه، ونغدوا فيهم تشبعوا فيهم الشباب، يوزعوا لهم في الغداء وفي الميه، وامورهم 100%. وهني مسيطرين على الوضع من هني لعند غريان، من هني لعند غريان. واحنا مجموعه كبيره موجوده هني متواجدين، مجموعه القوى الوطنيه متحركه موجودين، سريه مالك موجودين، توار الخمس، وكلنا ان شاء الله مع تصحيح مسار ثوره 17 فبراير. الله اكبر، الله اكبر، ادريس الله اكبر. ونحن مستمرين، ونحن مستمرين، يا نحيا يا الموت يا ثورة 17 فبراير، ثورة 17 فبراير، ثورة 17 فبراير دونها الموت، يا إما نعيش يا إما نحيا بعز أو نموت بشرف. الله أكبر، إما نحيا بعز، إما نحيا بعز أو نموت بشرف. ثورة 17 فبراير لن نتنازل عنها، ثورة 17 فبراير سوف تكون اليد الضاربة على أيدي أي من يحاول المساس بأمن ومقدرات الشعب الليبي. وأكبر دليل نوره لكم احنا في شنو اسمه هنا عندنا في كوبري الزهرة، العلم الأخضر هذا منحينا من أحد الأماكن، صور له العلم الأخضر. العائلات تصور كلها، صور العائلات كيف تطلع كلها أمورها طيبة، ومنتشرين احنا في المنطقة هي بوابات وتامين. هذا العلم الأخضر، هذا علمهم الأخضر، هذا علم بو عميدة وجماعته وجيش القبائل. الله أكبر عليك، الله أكبر عليكم. ومن نصر لنصر إن شاء الله، ومن نصر لنصر، وكلنا مع بعض، وكلنا يد واحدة، ونعطوا كلمة، نوجه كلمة للبرلمان العايم في طبرق أن دوره جاي وبتجيه إن شاء الله من توار طبرق، شرفاء طبرق، نستغيث بشرفاء طبرق أن يستعيدوننا البرلمان العايم، البرلمان هذا العايم. احنا كلنا مع ثورة 17 فبراير، لكن عمالي موجودين في طبرق الآن يدعموا في جيش القبائل، يدعموا في جيش القبائل، جيش لهذا العلم انتحهم، هذا العلم انتحهم، وكلكم شايفينه، هذا علمهم الأخضر، هذا هو علمهم الأخضر، هذا مكانه الصحيح أصلا لقطة في الأرض. واحنا إن شاء الله مع توارنا والأمور 100%، ونهنوا جميع شرفاء ليبيا بهذا النصر، نهنوا جميع شرفاء ليبيا بهذا النصر، ونطمنوا عائلات ورشفانها بالكامل للشرفاء، العائلات النظيفة اللي ما عندهم شيء، أمور طيبة، ويرجعوا حتى لبيوتهم أمورهم 100%. والعائلات هاي قدامك تطلع وتمشي، احنا لا نقربوا في عائلات ولا نخنبوا ولا نضربوا، أمورنا 100%. وشكرا، بارك الله فيكم. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دم الشهداء ما مشاش هبال، الله اكبر، دم الشهداء ما مشاش هبال، الله اكبر، الله اكبر.